للذين يتعمدون قبيل كل انتخابات وطنية أن يقوموا بأفعال تدخل المجتمع في اليأس والقنوط، أقول لهم بوضوح: لقد انكشفت اللعبة. أنتم اليوم بوضوح تريدون أن لا يذهب الناس إلى الصناديق، أنتم تريدون خفض النسبة حتى تتمكن أيديكم من العبث بالانتخابات. رسالة هذا المؤتمر، هذه المنصة لم ترتفع ولم تبنى منذ 15 عاماً، منذ 15 عاماً ونحن نبذل الجهود لتوحيد الساحة السياسية الأردنية ولم نفلح، ولكن قانونكم سيء الصيت، قانونكم ذو الرعب. اليوم يجتمع الأردنيون جميعاً من أقصى يسارهم إلى أقصى يمينهم. هذه رسالة هذه المنصة هذه الليلة، أننا نتوحد من أجل الأردن، نتوحد من أجل الدفاع عنه، نتوحد من أجل الدفاع عن حق شعبنا بالحرية والكلمة. إن قانون الجرائم الإلكترونية هو وقت وإعدام وإنهاء لمشروع التحديث السياسي. اليوم مطلوب أن يسحب هذا القانون من الحكومة أو أن يرده الملك، لأن الحقيقة هذا القانون يجرم الوطن ويجرم المواطنين. هذا التشريع صنع بالغضب، إن الغضب لا يمكن أن يصنع مساراً سياسياً للدولة. إن الرد على الغاضبين بالعدالة، بإصلاح سياسي، إن الرد على الغاضبين بتوحيد المجتمع على مشروع وحدة وطنية حقيقية.